خليني نقول لك هذه البياسه كيفاش عاونتني في حياتي باش اقتصدت الطاقه وخلاتني نزيد القدام وبدلت لي شي مسائل في حياتي. كما كتشوف معايا هذه البياسه عندها جوج جهات، عندها الجهه بيل وعندها الجهه فاس. بغيتي ولا كرهتي ما يمكنلكش تفرق البيل مع الفاس، كيمشي وديما جميع. الوغ بغيتك تعرف بما في حياتك حتى هي كاينين شي حوايج اللي ما عمرك تقدر تفرقهم. كاينين الناس اللي غيبغيو شكون انت، كاينين الناس اللي غيكرهوك شكون انت، كاينين الناس اللي غيبغيو داكشي اللي كدير، كاينين الناس اللي غيكرهو داكشي اللي كدير. وبغيتك تعرف بما شحال ما غادي تطلع وتزيد القدام وتوصل للقمم العليا، شحال ما في الجهه الاخرى غيكونوا كثار الناس اللي غادي يحسدوك واللي غادي يكريتيكيوك. وهذا هو الثمن اللي دائما خاصك تاديه اول حاجه قبل بما هذا هو الثمن، حيت ما يمكنلكش تبدل هذه البياسه وتفصل البيل على الفاس. ثاني حاجه غادي تقتصد الوقت بزاف ديال التساؤلات، وعلاش انا وانا المسيكين وانا المظلمه وانا اللي حقروني وانا لا لا لا، هذا هو الثمن اللي خاصك تخلصي صافي سالينا. لا سيدي بغيتي تزيد القدام، هذه هي بحال قلتي الخلاصه ديال الحياه. وزيدون اللهم تكون عندك هاد الجهه اللي جايه معاها هاد الجهه ولا ما عندك والو. كانت معاك ناهد رشاد اللي كتبغيك تكون الفوق 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 بحال الباجاج ماشي لتحت بحال الزرابي. هذا هو، الله يحفظكم.